اسمه عامر الغريسي، عمره 23 سنة، معرس وعنده ولده، ويلقى روحه في ليلة ونهار متورط في زوج جرائم خايبين على الاخر، تفاصيل ماهيش عادية، جملة واحدة شوية اخر نتعرفوا عليهم. تم الحكم عليه بالاعدام بعد اشهر من الحكم، يخرج براءة بعد ما كانوا باش يعدموه شنقا، يرجع حر طليق ويقرروا انه يمشي لعندي ما قولك باش يكرم المحامي متاعو. تعدت الحلقة وخليت برشا عبيد مش مصدقين الشيء اللي صار عليه، تظهر حاجة عادية لكن في القضاء صعيب على الاخر، وانه قضية تتحول من الاعدام للبراءة جملة واحدة. والأغرب من هذيك وأنه بعد الحلقة وبعد ما كرم عامر الغريسي المحامي متاعه، يعاود يتم استدعاءه لجلسة أخرى ويعاودوا يحكموا عليه مرة أخرى بالإعدام. شنو يعمل عامر الغريسي باش يحكموا عليه مبدئيا بالإعدام؟ علاش تم إطلاق سراحه؟ قالوا باللي هو بريء، ومن بعد عاودوا رجعوه للإعدام. وهل أنه بالرسمي بريء ويستحق البراءة اللي خذاها من الأول، وإلا هو المسؤول على المأساة اللي صارت في حق زوج بنية صغار أصيلي منطقة منوبة؟ هذم الأسئلة اللي باش نجاوبوا عليهم مع بعضنا، بعد ما تخليوا بيانسور لايك وسبسكرايب. قضيتنا اليوم باش تهزنا لولاية منوبة، وباش ترجع بينا لنهار 25 أفريل، واللي كان يوم طبيعي وعادي بالنسبة لمجموعة متلامذة. استنست المجموعة هذه وأنها تطلع الجبل في أوقات الفراغ، يبقاو يدوروا يمشيوا المنتزه ويقعدوا بحذا بحيرة في المنطقة هذيك، إلى أن يجي الوقت اللي يقرأوا فيه وإلا الوقت اللي لزمهم يروحوا فيه لديارهم. نحكيوا على مجموعة متلامذة يقرأوا في السابعة أساسي، أعمارهم تتراوح ما بين 12 و 14 سنة، عاقلين ما عندهمش زائد، مخلطين بنات ولاد وعبارة إخوة، يضحكوا يلعبوا يعملوا دورة في جبل ومن بعد يروحوا على رواحهم، مستنسين ديما يمشيوا غادي ويخرجوا منها سلامات. لكن نهار ذاك نهار 25 أفريل ما كانش كيما بقيت ليامات. كالعادة تطلع المجموعة هذه على أساس ماشيين البحيرة، ويقف في ثنيتهم طفل في العشرينات من عمره، البعض من الشباب كان قادر وأنه يعرفوا بما أنه كان بلوز وموا معروف في المنطقة. نحكيه على محمد علي شهيرة العفريت، وقفهم ما خلهمش يتعداو وصففهم قدامه، كانت سمعته ماهيش باهية برشا، يقولوا عليه باللي هو باندي، والسبب هذاك خافوا وسمعوا كلامه. سيب الناس الكل ومشى لطفلة اسمها حليمة وخرجها من الصف، خلاها بعيد على اصحابها، ومن بعد رجع لتلميذة اخرى. مشى الوحدة اسمها مريم حب يعنقها، لكن واحد من تلامذة كان شجاع وما خلاهوش، ما عملوا العفريت حتى شيء، وكان تركيزه الكل مع البنات. سيب مريم ومشى لحليمة وصاحبتها مروة، دخل ما بيناتهم حط ايديها على كتافهم وقال لهم واحدة فيكم لازم تصحبني. خافوا منه كلمة ما خرجوهاش، وعطى العفريت تليفونه لحليمة على أساس باش تقيد له نمروها، ومن بعد هز التليفون وقال لحليمة ومروة أرجعوا غدوة لنفس البلاصة هذه، خليهم يمشيوا. ومشيوا تلامذة على رواحهم يجريوا، وزادوا شوية في جبل على عادتهم، ومن بعد روحوا. نساو الحكاية كومبليتمون، لكن من غدوة طفلة اسمها منال وصاحبتها مريم كانوا مازالوا خايفين من الفازة اللي صارت البارح، والسبب هذاك ممشيوش مع أصحابهم لجبل في نهار 26 أفريل، كانوا خايفين لا يعاود يصير لهم كيما البارح. الاخرين ما كانوش خايفين وكملوا ثنيتهم للبحيره، ومصاب عملوا دومي تور كيما مريم ومنال، على خاطرهم كانوا يمشيوا على رواحهم ترونكيل، ويعاود يخرج لهم العفريت مره اخرى كيما البارح، يدخل ما بين مروه وحليمه ويحط يديه على كتافهم، يقولوا الولاد باللي قال لهم حاجه في وذنهم، وقالوا الولاد براوا على رواحكم، ما بقاوش البنات دزو زوز، وقرروا انهم يروحوا. قال لهم العفريت من غير ما تروحوا وهانينا باش نروح، قرروا وقتها وانهم يكملوا ثنيتهم مع اصحابهم الولاد، وعلى اساس تخلصوا من العفريت قعدوا يمشيوا الى ان لقاو مجموعه من الشباب كبار في العمر يشربوا في الجبل. حليمه ومروه كانوا ديجا خايفين وزادوا خافوا بعد ما شافوا المجموعه هذيك، والسبب هذيك قالوا لاصحابهم باللي هما ما همش مكملين وباش يروحوا. تفرقوا الشباب مشاو الولاد في ثنيه وحليمه ومروه في ثنيه اخرى، يتعدى الوقت ويسمعوا الولاد هذوكم صوت حركه في الحشيش مش بعيد عليهم برشا، مشاو يجريو قعدوا يتفرجوا من بعيد، ومشى في بالهم باللي الصوت هذاك يعمل فيه الحمام، قعدوا يثبتوا ويسمعوا فجاه صوت راجل يعيط عليهم ويسب فيهم. الصوت كان خارج من نفس البلاصه اللي خرج منها الصوت الاولاني، شويه اخر يضربهم الراجل بالحجر ويقول لهم باش يمشيو. ما كانش ظاهر ما شافوهوش، لكنهم خافوا منه ومشاو يجريو، وروح كل واحد فيهم كالعاده لدارو، وما تقبلوش من غدوه في الكوليج وإلا في جبل، بل يلقاو رواحهم الكل يبحثوا في المركز، وما كانوش المساكين فاهمين حتى شيء من اللي كان قاعد يصير.
في الليلة هذيك في ليلة نهار 26 أبريل روحوا شباب الكل لديارهم صح ستار إلا حليمة ومروة واللي قلنا بكري باللي هما رجعوا في شطر الثنية بعد ما شافوا المجموعة من الشباب واللي كانوا يشربوا في الكحول مش عويدهم وأنهم يروحوا مأخر للدار بما أنهم كانوا صغار في العمر وما عندهم وين يمشيوا مش بتلقاهم معنا يصروا في الزيبرا ولا في البليونير. بديت تظلم الدنيا وبديت عائلة حليمة وعائلة مروة يدخلوا بعضهم لوجوا عليهم في أنحاء المنطقة الكل وما لقاهمش خرجوا جيران الكل وسألوا عليهم أصحابهم الكل حليمة ومروة لا حياة لمن تنادي وريحتهم ما فماش اختلفت الروايات ما بين اللي يقول أكيد خطفوهم واللي يقول ومشاوا لبلاصة مع بعضهم وضاعوا انتشروا جيران في كامل أنحاء المنطقة وباقي ما لقاولهمش حتى أثر ما كان عندهم حتى حل آخر بخلفوا أنهم يكلموا الحاكم واللي طول بدأوا في أخذ الإجراءات وتم إيقاف أي إنسان كان في علاقة معهم بما فيهم أصحابهم واللي وحلوا معهم على الأخر بما أنهم آخر عباد شافوهم نحكيوا على الولاد واللي كانوا سواعات التالي معهم في جبل قالوا للحاكم باللي هما طلعوا على عادتهم لجبل لكن حتى حد فيهم مشبد الفازة متاع العفريت بما أنهم كانوا صغار وما كانوش قادرين وأنهم يربطوا الحكايات ببعضهم وبما أنه زاد العفريت في الأصل ما عمل لهم حتى شيء واحد واحد وقال لهم باللي هو بشي روح. كان في مخ الحاكم في الوقت هذاك عشرات الأشخاص اللي شاكين فيهم كانوا كل مرة يجيبوا مشتبه فيه للمركز وأكثر واحد جلب انتباههم وكان ديجا يتصرف ترى كيفاش هو من دون أدنى شك العفريت واللي كان الحاكم شاك فيه بما أنه يقال وأنه كان ديما يمشي بعد الليسي وكان في بعض الأحيان يضايق بعض تلامذة وبرشة تلامذة كانوا يخافوا منه بما فيهم المجموعة اللي وقفهم في جبل أصحاب مروة وحليمة واللي بالزهار كانوا في المركز وقت اللي دخل الحاكم العفريت دور العفريت وجهه دوب ما شافهم وقتها وين ربطوا لولاد الحيوط وقالوا للحاكم السيد هذا عرضنا في آخر نهار شفنا فيه مروة وحليمة حكاوا الشباب للحاكم الشيء اللي صار الكل وحلو مع العفريت على الاخر لكن وقعد ينكر ساعات يقعد ساكت وساعات يتظاهر وانه مهبول كان الهدف متاع الحاكم في الوقت هذاك وانهم يرجعوا مروة وحليمة لعائلتهم في اقرب وقت لكن للاسف شديد بعد بالضبط 3 ايامات من ضياع المسكينة حليمة ومروة تتحول القضية من قضية ضياع الى قضية اخرى ابشع من اللي تتصوروا يقال وانه راعي اغنام كان يسرح بالسعي متاعه في المنطقة ويتفاجأ بوجود جثتين مطيشين في الواد من غير تبش طول ومن دون أدنى شك اتصل بالحاكم كان الحاكم غادي على وجه السرعة وما بطاوش جملة واحدة مش على خاطر المشهد اللي حكي لهم عليها الراعي كان فظيع بل على خاطر البلاصة اللي كان الضوء قص سبحان الله ملا جب ربي ما يش حكي جن معناها خاطر كان قص الضوء وانا في حكي جن راني معناها اعتزلت بل على خاطر البلاصة اللي كانوا فيها الزوز ضحايا كان تقريبا على الاخر من المركز ومن ديارهم نحكيه على اقل من 300 متر من مقر السكنة متاعهم اكثر بلاصة ما كانوش متوقعينها وغريب كيفاش ما فاقوش بها من الاول سؤال كان الراعي قادر وانه يجاوب عليه بما انه بيان سور بحثوا معاه قالوا الحاكم كيفاش ما لقيتهم كان بعد 3 ايامات وانت يومين تسرح بالسعي من غادي يا اخي قال لهم الراعي البنات اختفوا نهار الخميس وين نهار الجمعة والسبت ما سرحتش مخرش على خاطر الطقس كان خايب وافكتيف مو كانت المطر تصب وبالقوي وزيد سهل لهم القضية وعطاهم معلومة ذكية وباهية على الاخر وقال لهم حتى اذا كان خرجت ما ظنش واني باش نلقى جثث في البلاصة هذيك السيد المسؤول على الجريمة مستحيل يكون عمل الجريمة متاعو في البلاصة هذيك وقبل نهار الاحد مستحيل تكون الجريمة صارت غادي على خاطر البلاصة موضوحة ومستحيل ما يراها حتى حد اكيد البنات باش يعيطوا وباش يعملوا ردة فعل باش تفزع العباد ومستحيل تكون الجثث متاعهم محطوطة غادي من نهار الخميس على خاطر الجثث كانوا باينين ومازالوا موجودين واذا كان تحطوا من نهار الخميس والا حتى نهار الجمعة راهم تغطوا بالوسخ والماء بما انه الامطار كانت غزيرة وحتى اذا كان ما تغموش مستحيل يبقاو موجودين ومستحيل يخليوهم الكلاب السايبة من غير ما يمسوهم معناها المجرم والا المجموعة المسؤولة عشان اللي صار قتلوا مروة وحليمة الله يرحمهم في البلاصة قتلوهم ما بين نهار الخميس ونهار السبت في الليل وبعد في نهار الاحد هزوهم من البلاصة اللي تم قتلهم فيها وطيشوهم في الواد واللي كان يبعد على دارهم 300 متر فسر لهم الراعي بلي مكان وزمان وقوع الحادثة كان مختلف على زمان والمكان اللي لقاو فيه جثث وزيد فسر الحاكم للناس بلي المجرم وإلا صاحب العملة مستحيل يكون قام بالعملية هذه وحده على خاطر مستحيل يكون
قتلهم أزوز وحده. خليني زيد نقول لكم بلي القضية تحولت من قضية قتل إلى قضية تحويل وجهة اغتصاب ومن بعد قتل، على خاطر اكتشف الحاكم بعد برشا فحوصات بلي للأسف شديد تم الاعتداء على زوز فتيات مروة وحليمة واللي كان عمرهم 12 و13. مستحيل إنسان وحده يقوم بالشيء هذا الكل، والسبب هذاك قعد الحاكم يلوج على إنسان آخر بخلاف محمد علي العفريت واللي كان في الأصل ما عندهم حتى دليل يثبت إدانته، لكنهم كانوا شاكين فيه على الأخر على رغم الكلام اللي كانوا يقولوا عائلته واللي كانوا يراو فيه باري، واللي في الأصل نجم يبدل لكم رأيكم فيه شوية وتخليكم أنتو مزيدة تشكوا. وأنه باري محمد علي في الأصل ما عمره ما كان إنسان عنيف متنمر وإلا إنسان خايب، عائلته مين با يعرفوا باللي كانوا عايطوله العفريت على خاطره كان ما عندوش الخروج برشا ومتربي كما بقيت خويته الخمسة، كانوا الكل متربين تربية باهية وكان هو أصغر واحد فيهم، يقال هو أنه حنين على الأخر ديما يخدم وما يحبش البطالة، كان ديما يعاون في بوه وكان يخدم معه في المرمى. لكن للأسف شديد كل شيء تبدل وقت اللي توفيت أمه الله يرحمها، يقولوا عائلته بالإخبار وفيت أمه بالنسبة لي كان صادم على الأخر ما هيش مبالغة وما كانتش فترة بتتعدى، بل وصل يعدي في الرازي مرض المسكين بالعصاب ولا عنده برشا اضطرابات ولا يعيش بدوي العصاب، من وقتها تبدل كومبليتمون وخرج بصورة خايبة على الأخر. التلامذة اللي يقراو في الكوليج كان يمشي لهم في بعض الأحيان يتنمر عليهم وحتى من باندية الكوليج كانوا يخافوا منه، يقولوا بلي حالته نفسية المدهورة خليته في بعض الأحيان يبيت لبرا من الدار، كان ما يقلقوش إذا كان يبيت في أي بلاصة وتحت أي ظروف، لكن على رغم وأنه مريض بالعصاب وما كانش يمثل وقت اللي يظهر لهم ما هوش عادي، كان الحاكم مكبش فيه ومش باش يعترف باللي هو مولى العاملة على خاطرهم كانوا شبه متأكدين وما نعرفوش علاش باللي هو مولى العاملة، بل كانوا كابسين عليه باش يقول لهم اعترف الثاني وإلا بقية الأطراف واللي كانوا معاه في الجريمة هذه، بما أنهم قالوا مستحيل يكون عملها وحده. لهنا وين تجبد ولأول مرة في القضية اسم حاتم المعلاوي ولد خالد محمد علي العفريت، واللي ما قالش باللي هو معاه في القضية هذه، لكنه قال باللي ليلة قبل اختفاء البنات وبالضبط في ليلة نهار الأربعاء تعشاهم بعضهم كانت هذيك المعلومة اللي قالها العفريت وركز فيها الحاكم على الاخر، كانوا يقربوا لبعضهم يخدموا بعضهم وبلزموا اصحاب، الشيء اللي خلى الحاكم يشكوا فيه وبيان سور يجيبوه للمركز. يقول حاتم بلي العفريت ينجم يكون مولى العاملة بما انه كان ديما يحكي له على الكوبلويت اللي في الكوليج، كان يقول له بلي كل ما يرى كوبل في الكوليج يحس روحه درا كيفاش، في بعض الاحيان كان يقول له ما نجمش شد روحي شو يقصد به الله وعليه انا ما نعرفش شو يقصد به معناه الحقيقه. الشيء اللي خلى الحاكم يزيد يشك وانه محمد علي العفريت هو صاحب العمله ما كانوش مستحقين المعلومه هذه على خاطرهم ديجا كانوا حاطينه هو الفاعل، كان تركيزهم الاكثريه مع ولد خالته حاتم واللي كان يقول بلي هو خطيه ومين با كان في تونس في الايامات اللي صارت فيهم الحادثه هذه. يقول حاتم بلي هو تعرض لاصابه في المرمى خليته يرجع للبلاد باش يرتاح، كل الدلائل كان تقول باللي هو خطيه وما عنده حتى دخل بشيء اللي صار عزوز بنيات، والسبب هذاك ثبتت بعد براءته وتم اطلاق سراحه. لكن للاسف شديد بعد ما شد الحبس وبعد ما عدى بريسك عامين في الحبس مظلوم بيزارمون ما ثبتت البراءة متاعو، كان بعد عامين غير شهر وقت اللي كان المسكين ظاهر من الاول وانه بريء. وبيزارمون سمع الحاكم كلام محمد علي العفريت، محمد علي العفريت واللي لطاح لدازوه جبد ولد خالته هكاكا، كان ينجم يقول الحاكم باللي هو خطيه لكنه ما قال حتى شيء، شد معاه هو زاد الحبس لكنه مخرج كيفه بعد عامين، على الرغم انه حتى هو ما كانش عند الحاكم حتى دليل قاطع يثبت وانه محمد علي العفريت عنده دخل في القضية هذه. تسيب حاتم وتشد بعده طرف اخر وهو بيدو تم اطلاق سراحه بعد عام كامل في الحبس، مرجعش للسيفيل بل تم نقله للرازي على خاطره ما كانش انسان طبيعي وكان انسان مختل عقليا من ولادته، كان مريض في بعض الاحيان ما يحكيش
وما يفرقش ما بين الصحيح والغلط بلغتنا نحنا. كان مهبول وحتى إنسان ما يخو عليه تولد هكاكا والناس الكل يعرفوه على الحال هذاك. لكن الشيء هذا ما كانش بيزارمون عذر للحاكم وإلا لبحاث، على خاطر بعد برشا فحوصات وبرشا تحاليل اكتشفوا الحاكم باللي فما زوز سوائل منوية على بدونات الضحايا. واحد منهم كان مجهول ومعرفش الحاكم لشكون يتبع، وثاني كان بيزارمون متطابق مع الشادلي. الشادلي واللي هو السيد المهبول واللي ما كان فاهم حتى شيء ويلقى روحه يبحث، ما نجمش يعاون الحاكم بما انه كان مريض. اذا كان جاي لبس عليه راهو سهل العمليه الكل وراهو حكي لهم على شنيا صار من الاول للاخر. بما انه سائل منوي متاعو كان موجود على واحده من الضحايا قعد ساكت، واللي هي حاجه مستنسين بها افراد عائلته. يقولوا باللي هو ما يحكي حتى شيء وما يتكلمش برشا. ما كانش الشيء هذا عذر بالنسبه للحاكم وشد عام في الحبس. وبعد تم اطلاق سراحه وهزوه 3 أشهر لسبيطار الرازي بما انه بيسير كان مريض. وتم اطلاق سراحه من بعد ونهائيا بما انه القانون يحميه وما يخوش على انسان معتوه. والارجح هو انه واحد من الاطراف اللي قام بالعمله عزوز فتيات حب يستغل مرض الشادلي وهزوه للبلاصه اللي صارت فيها الجريمه، وبالعاني اجبره وانه يخلي لدين نتاعو غادي. ومشى في باله باللي هو باش يتملص من الجريمه وفي الاخر توح الفراس الشادلي. ومره اخرى اذا كان جاء لبس عليه وقدر وانه يحكي راهو سهل عليهم بيان سور القضيه، وراهو قال لهم شنيا صار بالضبط. كان في الاثناء طرف اخر مهم على الاخر واللي هو بطل القضيه متاعنا متاع اليوم عامر الغريسي، واللي تم ايقافه بعد شويه ايامات من اختفاء لبنيه زوز بما انه ديجا صاحب سوابق وسبق وانه شد الحبس على العنف. يقال وانه كان منظم على الاخر وكان يخدم مع دار المرسيدس كاتولي. يقول المحامي نتاعو باللي اذا كان قادم ريقل راهو وصل لبرشا بلايص باهيه في الشركه. لكن للاسف شديد تصير مشكله ولد خالته في نهار من نهارات دخل في المشكله هذيك واستعمل العنف مع العبيد اللي متعاركين معاهم، شكاو بيه وتم الحكم عليه ب4 أشهر على العنف الشديد. وكانوا ال4 أشهر هذوكم سبب في نهايه مسيرته في دار المرسيدس. انتهى الحلم ورجع عنيف اكثر من قبل بعد الحبس. يقال وانه شخصيته تتحول وقت اللي يبدا تحت تاثير السكر، لكنه وقت اللي يبدا صاحي وجو باهي يرجع ناس طايبه ومتربي وحد وحد روحه. كان ديجا في الفتره هذيك روشيرشي وهارب على عركه صغرونه حاجه في الخفي. وصلت معلومه من الحاكم لعائلته باللي هما يلوجوا عليه ويحبوا يبحثوا معاه مش على عركة نتاعو القديمه بل اشتباهه في طورته في جريمه البنات. تصدم عامر وما حبش يقعد متورط في قضيه البنات بما انه كان يعرف باللي هو ما عمل حتى شيء. ولسبب هذاك قرروا انه وحده يمشي للمركز يمشي لهم ويبرر لهم باللي فاز البنات ما عنده فيها حتى ادنى دخل، على الرغم وانه روشيرشي وحتى اذا كان خطيه فازت البنات ينجموا يشدوها على القضيه القديمه نتاعو. فوتكم بالحديث وما قلتلكمش باللي على جثث نتاع البنات زوز ما لقاش الحاكم سائل منوي نتاع انسان واحد اكهو، بل كانوا قادرين وانهم يلقاو لدين نتاع زوز اشخاص. واحد منهم ديجا نعرفوه واللي هو شادلي السيد المعتوه واللي تم اطلاق سراحه بعد عام، واللي ديجا قلنا باللي الفعل اكيد حب يستغل مرضه هزوا معاه باش توح القضيه في راسه. ويمكن نفسه الشخص هذاك هو صاحب لدين الثاني. القى الحاكم ادين ثاني الشخص مجهول ما نجموش يتعرفوا عليه. والسبب هذاك كان الحاكم كل مره يجيب انسان مشتبه فيه يعملوا له تحليل ويشوفوه اذا كان لدين نتاعو متطابق مع لدين اللي لقاوه على البنات، واللي لدين نتاعو متطابق بطبيعه الحال هو الفاعل. صارت نفس العمليه هذه على عامر الغريسي. ونذكركم وانه وحده وهو اللي اختار وانه يقدم روحه للحاكم. لحسن حظه لدين نتاعو كان ماهوش متطابق مع لدين اللي لقاه الحاكم، بما معناه نورمالمون عامر الغريسي خطيه وما عنده حتى علاقه بالقضيه. لكن لسوء حظه ما تمش اطلاق سراحه كما بقيت المشتبه فيهم بما انه كان ديجا عنده قضيه اخرى رشيرشي عليها اكيد مش في خليوها تمشي هكيكه وبش يحاسبوها عليها. قعد لسبب هذيك ايامات موقف في المركز وغادي وين شافو محمد علي العفريت. كان محمد علي في الوقت هذاك حاسب روحه مهبول وما كانش يجاوب على اسئله متاع الحاكم في المركز. وبيزر ما متكلم محمد علي العفريت كان وقت اللي شاف عامر الغريسي ضمن المشتبه فيهم وسكت سكت وقال الحاكم باللي عامر الغريسي كان في الاصل معاه وكان طرف في الجريمه اللي صارت. معلومه بيزار وغريبه على الاخر من طرف العفريت، على خاطر سبق وانه اثبتت التحاليل باللي عامر الغريسي خطيه. لكن كل شيء تبدل وتم اخذ
كلام العفريت بعين الاعتبار، على الرغم وأنه كان عامر يقول باللي هو ما عنده حتى أدنى علاقة بالعفريت. مستحيل زوز ما عندهم حتى علاقة ببعضهم يعملوا حاجة هكا مع بعضهم. يقول عامر باللي هو في الحقيقة يعرف واحدة من البنات بما أنها بنت حومته، الطفلة الأخرى ما يعرفهاش، وحتى من الطفلة اللي يعرفها يعرفها بالوجه كهو وما عمره ما حكى معاها. يقولوا اتلام ذا زادة باللي عامر ما عمره ما دار بيهم وما عنده حتى أدنى علاقة بالكوليج. لكن باقي العفريت شاد في بحثه ويقول باللي عامر كان معاه وكان بيزرمون الحاكم معاه ومصدقه، على الرغم وأنه كل شيء كان يثبت وأنه عامر خطيه، وحتى هم المحامين تاع مروة وحليمة كانوا يشكوا وأنه عامر خطيه وما عنده حتى علاقة بالجريمة. حاجة أخرى زادة نرمالمون تبين وأنه عامر خطيه هي وأنه أقوال العفريت ضد عامر الغريسي كانت كل مرة تتبدل وكل مرة تختلف رواياته، إلى أن فينالمون استقر العفريت على رواية واحدة خليت القضاء يخو قرار مش في صالح عامر جملة واحدة. يقول عفريت بلي بعد ما شاف البنت في جبل صارت لانتريكسيون ومشي على روحه، كان يدور على عاتو كان هابط من جبل ويتعرض له عامر الغريسي بسكينة ويقول له إجا معايا وتبعني سينون نقتلك. تبعوا هزوا البلاصة وراء برشا حشيش، كان في البلاصة هذيك راجل لابس كاسك وقاعد فوق موتور. يقول العفريت باللي هو ما شافش وجه الراجل هذاك، ما عطاهوش عامر الفرصة وانه يراه، وراه حجرة وقال له هز الحجرة هذيك وارميها غادي، ومن بعد وراه بار متاع حديد وقال له هزها وطيشها. معلومات بيزار على الاخر ودرا كيفاش حاب يوصل بهم العفريت للحاكم باللي هو شاف عامر الغريسي في جبل، وبما انه كان يتصرف هكيكا ما يكون كان هو صاحب العاملة. وقت اللي عامر الغريسي انفي الكلام اللي قالوا العفريت الكل، قال باللي هو ما طلعش الجبل واللي يحكي فيه العفريت من وحي الخيال. زاد بين لهم وين مشى بالضبط من نهار الاربعاء حتى لنهار الخميس، وصارت مكافحة ما بينه وما بين العفريت، وسألوا عامر وقال له اذا كان نفرضوا اني انا قتلت البنات شنية الحاجة اللي تخليني نعيط لك في جبل نجبرك وانك تجي معايا ونشد عليك سكينة باش تكون انت شاهد على حاجة ما نحب حتى حد يعرف باللي انا عملت، معناها سرقوا في دو شمع. وزاد وسلم على بعيد وقال له اذا كان انا قتلتهم وانت الشاهد الوحيد شنية الحاجة اللي تمنعني من اني نقتلك انت زادة، وهكيكا ما يكون فما حتى شاهد في القضية. تشنية زوز رواح شنية ثلاثة معناها برجولي حاجة لوجيك. أسأل بيان سور ما لقالهمش العفريت حتى إجابة. الأدين الثاني اللي لقاه الحاكم مع البنات لكن متابق مع محمد علي العفريت المتهم الأول، ولكن متابق زيدا مع المتهم الثاني عامر الغريسي، واللي زوز ما كان عندهم حتى دليل قاطع يثبت إدانتهم. لكن الحاكم والقضاء كان واحد معهم على الأخر، وما نعرفوش كيفاش كانوا شبه متأكدين باللي هما عندهم يد في القضية. اكتشف الحاكم زيدا بعد برشا فحوصات أثار متع بقايا متع جلد وصوف أبيض تحت ظوافر البنات الزوز، معناها البنات الزوز حبوا يدافعوا على رواحهم في نهار وقوع الحادثة. صار اللي صار للأسف الشديد وما كانوش قادرين وأنهم يدافعوا على رواحهم، لكن بقى لدين متاع الفعل تحت ظوافرهم واللي بيزرموا مرة أخرى ما كانش متطابق مع كل من العفريت وعامر، ما كانش متطابق مع أي مشتبه فيه شكوا فيه. لكن التيست اللي تعمل في حق محمد علي العفريت ما مشيش خسارة، وخليت الفازة هذه اللي باش نحكي لكم عليها توا الحاكم يزيد يشك وأنه محمد علي العفريت عنده يد في القضية. ما طبقش لدين متاع العفريت مع لدين اللي لقاه الحاكم على جثث البنات، لكنه بيزارمون كان متطابق مع أديان لقاها الحاكم عامل تالي في طفلة تم للأسف شديد الاعتداء عليها. طفلة بيان سور خاطئة زوز بنات متاع القضية هذه ما نجمتش تتعرف على الفاعل وخلى وراها كان لدين متاعو. احتفظ الحاكم باللدين والمعلومة هذه لمدة عام كامل من غير ما يتعرف على الفاعل، إلى أن نطابق بعد عام وبالزهر لدين اللي لقاوه على الطفلة هذيك ولدين متاع محمد علي العفريت، واللي عملوا له تيست لدين باش يشوفوه هل انه عنده دخل في قضية زوز بنات. اتضح وانه حاسب لدين خطيه قضية حليمة ومروة، لكنه طلع هو اللي اعتدى على الطفلة اللي تم اعتداء عليها عامل تالي. سبحان الله، قضية كانت الحل لقضية اخرى وزوز قضايا ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. مديم عمل العملة الاولى اكيد ينجم يكون هو اللي عمل العملة الثانية. بيان سور زادة ما عملش العملة هذه وحده، ونرمل مو حسب الابحاث مع زوز افراد اخرين، فرد يكون هو اللي تابعه لدين اللي قعد مجهول المصدر، والفرد الثاني هو اللي تابعه لدين اللي لقاوه في الجلد اللي تحت ظوافر البنات، وهو كيف كيف صاحب الصوف اللي كيف كيف لقاه الحاكم تحت ظوافر متاع البنات. ذكركم للمرة الالف باللي لدين
متاع عمر الغريسي ما كان موجود في حتى بلاصة وما كان مطابق مع حتى أديان. لقاه الحاكم في مسرح الجريمة وإلا على الضحايا، لكن للأسف شديد ما خلاهوش شيء هذا من أنه يمنع من الحبس. شد الحبس وقعد طول الوقت يقول باللي هو خطيه، وحتى كي عمل محامي قال له راني أنا في الأصل مش عامل حتى شيء، ودورك لهنا أنك تظهر الحق ومش تحامي عليا، وإذا كانك شاك في مصداقيتي وحاس باللي أنا عندي دخل في الجريمة من غير ما نوكلك من توا وتو نتصرف كيفاش نحاول نبين الحق، بما أنه كان متأكد على الأخر باللي هو ما عمل شيء. برولية واضح على الأخر وأنه عامر خطيه معني ما عمل حتى شيء، لكن بيزار كيفاش محمد علي العفريت قاعد يقول باللي هو معه في القضية على الرغم وأنهم تقابلوا في الحبس، وكان العفريت يقول لعامر شوية وقت وتو تخرج من الحبس، وكان ديما يطلب منه في السماح بما أنه ورطه في حاجة ما عنده بها حتى علاقة. ما نظنش إذا كان حاجة سهلة هو أنه عامر يسامح العفريت على خاطره ما كانش سبب في سجنه أكاهو، ما كانش سبب في وجوده في الحبس في عنفوان شبابه وهو معرس وعنده صغير، بل على خاطره للأسف شديد صدر حكم خلى الناس الكل مصدومين. تم الحكم على عامر الغريسي بالإعدام شنقا حتى الموت، بعد ما أجزم القضاء باللي عامر الغريسي هو المسؤول على اغتصاب وقتل زوز بنيات مروة وحليمة الله يرحمهم. لهنا عاد نورمالمون العفريت يحشم على روحه ويقول الحق، كلمة واحدة كانت قادرة وإنها تخرج عامر الغريسي لعائلته، لكنه اكتفى بكلمتين كهو قالهم العامر في الحبس. يقال وأنه شافه مشي عنقه وقال له سامحني على خطرني ورطتك معايا، ومن بعد مشي على روحه من غير ما يفسر له حتى شيء. ما قبلوش عائلة عامر بينسير بالحكم، وتم استئنافه بما أنهم كانوا يراوه بريء وما عمل حتى شيء، مش كان عائلته بل حتى اللجنة اللي باش تحكم عليه فقط باللي هو خطيه. ظهرت براءته بعد 7 أشهر أخرين من إعادة التحقيق، رجع حر طليق من اللي كان محكوم بالإعدام، لكن يقول محامي متاعه باللي هو ما كانش فرحان بعد ما خذ البراءة، كان يقول باللي المجتمع باش يقعد يغزر له في نظرة خايبة. إفكتيفمون وللأسف شديد هذاك اللي صار، ما حب حتى حد يدخله يخدم، وحتى كي تخلي يخدم ما بقاش 3 أشهر العبيد تحكي عليه في كل بلاصة وكل واحد كيفاش يغزر له. والأخيب من هذاك الكل وأنه بو عائلة وعنده صغير، مرته ما تخدمش وكان عليه وأنه يخدم عليهم الحاجة اللي ما كانش قادر وأنه يعملها، وإلا ما خليهوش العبيد يعملها بما أنهم الكل كانوا يغزروا له في غزرة دونية على الأخر، على الرغم وأنه بريء ومعمل حتى شيء. باش يثبت عامر براءته قدام الناس وقدام المجتمع الكل، وباش يشكر المحامي متاعه واللي وقف معاه وكأنه فرد من العائلة، قرر عامر الغريسي وأنه يلتجئ البرنامج عندي ما أقولك، البرنامج اللي سمع حكايته الكل عجبتهم حكايته ووافقوا وأنهم يستضيفوه باش يحكي حكايته قدام الناس الكل، وباش يكرم المحامي متاعه في القضية. تعديت حصة مزيانة تفعلوا معها برشا عبيد، وبارامونت فاعل زادة القضاء معاها، لكن بفاسون خايبة على الأخر خليت عامر يندم على ظهور متاعه في التلفزة، وخليت المحامي متاعه وعائلته والناس الكل اللي يعرفوه في حيرة كبيرة من أمرهم. عمل عامر غلطة كبيرة على الأخر على خاطره كان بالرسمي بريء وخرج براءة، لكن القضية كانت مازالت مفتوحة ومازال مخذيش البراءة متاعه 100%، ولسبب هذاك كان القضاء قادر وأنه يبدل رايه للمرة الثانية، وبيزرمون يتحول الحكم متاع عامر الغريسي تحول من الأول الحكم عليه من الإعدام شنقا للبراءة، وبعد دعاو تحول مرة أخرى وبعد ظهوره في التلفزة من البراءة حتى المرة أخرى للإعدام شنقا. المحامي متاعه كان يعرف باللي إفكتيفمون ظهوره في التلفزة ينجم يبدل قرار القضاء، لكنه ما كانش قادر وأنه يستشيره ويشاوره قبل ما يمشي للتلفزة، على خاطر بينسور الاستضافة متاعه باش تكون عبارة سوربريز. ما ندروش علاش القضاء بدل رأيه بعد الحلقة، ما كان عندهم حتى حجة تخليهم يبدلوا رأيهم. عامر كان بريء وما يستحقش الحكم اللي تم حكمه عليه، لكنه رجع للأسف شديد للسجن، وبما أنه الإعدام في تونس أو الحسن حظه ما يطبقش باش ترسيله ورق القضبان مدى الحياة بسبب عملة ما عملهاش وما عنده بها حتى علاقة. عملة قال القضاء باللي هو بريء منها من الأول، لكن بعد بدل رأيهم الأسباب مجهولة وحاول رجع مرة أخرى للحبس. البعض يقولوا باللي اللجنة اللي حكمت عليه المرة الأولى بالإعدام ما عجبهمش كيفاش خرجهم غلطين وخرجهم ظلموه وحكموا عليه بالإعدام باطل، ودليله على ذلك هو أنه خرج بعد براءة، ظهروا وكأنهم كانوا باش يقتلوا إنسان وهو بريء. الناس الكل عافسوا فيهم بما أنه كان بالرسمي بريء، ونجم يكونوا بالعاني رجعوه للإعدام والحبس باش كوم كوا يظهروا أنهم عندهم الحق من الأول، وكأنه ماهوش
بريء ويستحق الحكم اللي تحكم عليه من الأول. يمكن هذا تفسير الوحيد اللي فسر المظلمة اللي صارت على عامر، واللي بيزارمون امتنع القضاء وأن يفسرها قعدت قضية غامضة وقعدوا برشا أسئلة ما تمش إجابة عليهم. علاش رجع عامر للحبس بعد ما تم الحكم عليه بالبراءة؟ شكون اللي قتل بنات إذا كان عامر خاطيه وما فما حتى دليل يثبت إدانة العفريت؟ شكون اللي كان مع العفريت وقت اللي صارت الواقعة؟ علاش العفريت وحل مع عامر بالذات ووحلوا في قضية كيما هكا؟ شكون صاحب لادين اللي تلقى على واحدة من البنات؟ وشكون اللي هز الشادلي السيد المعتوه واللي خلى لدين متاعو على واحدة من البنات؟ أسئلة ما لقاولهمش إجابة وباش يخدموا لك المخيلة متاعك. قولوا لي شنية تتوقعوا صار وعلاش ينجم يكون تراجع القضاء في الحكم؟ خليوا لي رايكم في الكومنتريت بعد ما تخليوا لايك وسبسكرايب، فولو على انستغرام وانضموا لجروب متاعنا متاع الفيسبوك، ونتقابلوا إن شاء الله السبت الجاي ماضي ساعتين. Peace out. But I'm on the money feeding. I don't wanna go Bombay. Damn, I don't know what I do when I go from beeling. Leading the pack in black and I'm on with the bag. Stopping with the phone and dab. Boss up a man with the duster. Put him in the drip and sip blockbuster.